هلا رح ننتقل معكم لمطبخنا مع الشيف نبيل ومع زميلتي خلود، وإلى هنا هذا البرنامج برعاية معكم بالمشوار. وصلنا هلأ لأحلى فقرة. برنامج وفقرة في العالم، الطبيخ والطبايخ، ومش من أي حدا ولا من تحت إيدين أي حدا، مع الشيف نيفين. كيفك شيف؟ تمام الحمد لله. شو أخبارك؟ أمورك؟ والله مشتاق. لا اليوم عندك على يعني كنا بنحكي قبل شوي مع وسن عن الطاقة، أنت اليوم عندك طاقة قوية، مش طاقة إيجابية، عندك طاقة إيجابية بس عندك طاقة في عندك قوة اليوم ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا. والله الله يحميك يا رب. نواجه بالأول اليوم، شوفي نايمه منيح شكلك. لا شوفي الويك اند كان كتير متعب في شغل، انا ليش وبعديها مباشره كانت الحلقه الاحد، فكنت مستويه والله. لا اليوم هيك نشاط. اسمعي الاسبوع الماضي كان مرهق اجمالا، ممكن خلينا نقول يعني شوي كنا كلنا هيك، كان سريع وكان كتير شغل وكنا عن جد تعبانين. بدنا ننجز كل وبدنا ناكل، يعني بدنا ننجز وبدنا ناكل. اليوم شو محضرتي لنا؟ اليوم عامله مقلوبه الفطر، هي مش مقلوبه كالمقلوبه المعتاده بس انا رح اقلبها، سميتها مقلوبه الفطر. اول مره بسمع فيها اختراعاتك عن يعني جد اول مره. زاكيه معروفه؟ معروفه. اوكي انا ما مش من اختراع، مش من اختراعات. انا تكاتي يعني يختلف شوي، انا ما بدي احطهم فوق بعض يستوي، لا بدي اقلبهم بس مش معروف. هلا بتشوفي. تمام خلينا نبلش بالبقدير اذا، واكيد يلا. احنا لايف عبر صفحتنا على الفيسبوك لحتى تشاركوا معنا. في عنا اليوم رابحين رح يربحوا من ابراهيم مقبل بهارات ومطاحن واعشاب. ابراهيم مقبل رح نحتاج لمقلوبة الفطر كيلو صدر دجاج مقطع، كوبين فطر مقطع طازج، كوبين ارز حبه طويله، بهارات المقلوبه اكيد من ابراهيم مقبل، وايضا فلفل اسود ولوز محمص للوجه فقط. لا بس اعمل ميوت يفتح. يلا سهله ولا صعبه؟ قد ايه بدها وقت؟ لا 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 سهله، لانه بتعرفي ليش سهله كمان؟ لانه هون احنا مستخدمين الدجاج المقطع صح. تمام هلا رح ننزل بالزبده، لا تخافي رح لا لا على حسابك اليوم اوعيه مش من ميس يعني لا والله حرام، المره الماضيه اصلا ما طرطشتيني يعني لحقنا حالنا باخر لحظه. ايوه هلا حطيت الزبده. شوفي انا بحب الفطر والدجاج، بحسه ايش بحب يا خلود؟ بحسه بحب الزبدة صح؟ صحين. انت بتحكي اشي غلط. هلأ هون حطيته بالفرن ان شاء الله. اليوم الغاز عنا حامي، خليني اوطي شوي. طبعا بدنا مشاركاتكم اليوم كتير. وايش ايش حابة تسألي سؤال عن طبختك؟ هاتي يلا نسأل سؤال عشان نربح الناس. سؤال عن طبختك. هلا في ناس بيقولوا لك احنا بنغسل الفطر، في ناس بيقولوا لك لا بس امسحوها. هم مع ايش؟ بيغسلوا ولا بيمسحوا وليش؟ في ناس بقولك لا الغسيل الفطر ما بيصير لازم تمسحيه مسح. انا وحده ما بعرف اول شيء الجواب الصح، هلا بدي اعرفه، بس انا وحده ما بغسله او بغسله، ممكن اغسله هيك مرور كرام يعني مش انه كتير اقعد. طب هلا بس بدي احكي شو عملنا. بس حطيت الدجاج هون، حطيت لا بغسل فلفل اسود. شوفي ليش ما بتغسلي؟ لانه هذا عباره عن اسفنج، بقولك اذا غسلتيه رح تفوت المي جوا، هو بس مسح. اوكي بس في ناس مثلا الدجاج بيقولوا لك احنا والله الدجاج بالنسبه لنا ما بنحب نغسله. ايش البهارات اليوم انت مركزه عليها كثير؟ بما انه عاملين مقلوبه شو راح استخدم؟ اكيد بهارات المقلوبه من قبل. شوفي هلا انا حطيت الدجاج بدي ياخذ لون. اوكي تمام خلينا نرفع هدول، نيجي نعمل الرز قبل ما تتقلب دجاج. قلت لي كانك عامله طبخات صايره امبارح. طبعا امبارح استخدمت العنابي، معكرونه العنابي امبارح يعني. عملت يا حبيبه قلبي معكرونه وجنبيها خلينا نقول ستيك. اوكي واو. اللي هي عملتها بالفوتوتشيني، وكنت عامله ستيك بس انه عملت البنه يعني استخدمت البنه من العنابي، واول مره بدي استعملها انا يعني كخلود في البيت بز. فرحت حطيت المي وحطيتها على النار والى اخره، هي بلشت تغلي. انا بالعاده متعوده، بتعرفي نيفين قلت لك بحط زيت وبحط ملح عشان اكون تخاف انا وحتى قلت والله بدي اصور ستوري واعمل منشن للعنابي لانه تفاجات. حطيت الملح
وما حطيت زيت، عرفتي؟ خلص تجرأت قلت ما بدي احط زي زيت. ما عملت انا بالضبط بالضبط زي ما انت عملتي. طيب وحطيت المعكرونه بعد ما غليت، والله العظيم ما في إشي لزق بإشي، يعني ولا حبه لزقت بحبه جنبها صاحبتها، ما في ما في، يعني كل حبه بحبتها زي ما عم تطلع معاكي كانت على التلفزيون. واقول لك ازيدك من الشعر بيت، ضل شوي من المعكرونه حطيتها بتبروير وحطيته بالثلاجه. هي انت تكبيها؟ لا لا ما بكب انا، انا ما بكب، انا بضلني ورا اخر لقمه. اوكي حطيتها بالثلاجه تمام. الساعه 12 بالليل هفت عبالي اعمل تونه سلد برضه مع العنابي، طلت من الثلاجه، المفروض مع الثلاجه والبروده شو يصير؟ اتجمد. ولا شيء جمدت، ولا شيء جمدت. طيب ففظيعين. بدي احط هون على الرز بهارات المقلوبه، بهارات المقلوبه على الرز. اوكي انت بتستخدمي اللي هي بهارات المقلوبه اللي هي خلص فيها كل شيء؟ مش محتاجه هلا. شوفي بهارات المقلوبه عده، خلينا نقرا لهم اياهم، اللي هي بهار ساده، فلفل اسود، وهال والقرنفل. بدل ما تشتري نص بنص بدينار بدينار، خلص ابو واحده وسهلي حالك. طبعا اليوم راح نربحكم يا جماعه جوائز باكيجات مقدمه من بهارات ومطاحن ابراهيم مقبل، اللي موجودين طبعا بجبل النصر، موجودين بطبربور، موجودين ايضا بمرج الحمام. بدي احط شويه ملح بس مش عارفه، حاسه كانه انت الرز مع الطنجره ممكن بدك طنجره اكبر ولا لا 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 أفضل. ولا بتتحمل؟ بتتحمل. جولدن زارا هاي معلمه، مش اي اي ولا زي زي. شوفي بعدين انا تارك الجاج، مش خايفه انه ينحرق لحظه. عايدة ماضي بدي اوجه لك تحيه، صباحكم فل وياسمين، الله يعين الوقت. الدجاج كل الناس نازلين اكل فيه. عملنا لكم مره لا كرات اللحم السعوديه لا لسه، شفني فين بتغير دائما. جوري احمد طبعا بدي اوجه لك تحيه، سعد صباحك. محمد يونس بيقول لك مسح الفطر بيمسحوا مسح. انت اعطيت الجواب؟ ليش تعطي الجواب؟ احنا قلنا لاخر الحلقه. لا انا قلت مين مع المسح ومين مع الغسيل. اوكي يعني ما اعطيتي الجواب، خلي المعلومه لا. اخر الحلقه عشان كمان الناس تشارك معنا. الفطر كيف بتعمليه قبل ما تستخدميه بطبختك؟ تغسليه ولا بتمسحيه؟ هذا هو سؤالنا لليوم. تمام ونقلب الدجاج. تمام شو رأيك تقلبي انت عن جد؟ شكرا لك، هي صارت في ثقه عندها على معرفه اني انا بطبخ بالبيت. طلع طيب تحكي لي انت. لا انه صغيره وسعت ممتازه، بس بدي ادوق ملحها. بتعرفي المشكله وين؟ لما الرز يلزق في الطنجره، يا الله شو مشكله عويصه، او ينحرق. انا صراحه بينسم بدني طبعا عن جد، نص الرز راح هيك. والله الطنجره بتلعب دور يا نيفين، مو مزح. خلصتي؟ لا خليك شوي، ضلني اقلب. بحط لكم شويه ملح. الملح امتى بتحطيه على الدجاج؟ لا شوفي الملح ما بنحط قبل ما الدجاج ياخذ صدمه. ليش؟ لانه اذا حطيتي انت الملح على الدجاج هو هيك اول شيء رح يشد معك. اوكي تمام تمام. خلص انا بدي اقلبه هلا. نقطه بس خليني احكي لك على الرز هون، نقطه بالرز لما تشوفيه هيك غلي 100% بتوطي عليه على اخر درجه اللي هي واحد هاي. لا هذه مش لها، استني ادور لك على. شوفي استني غطيتها وين غطيتها. محمد يونس كثير مركز معانا. ليه؟ ما هي مرات بتغشش يعني، هي مرات الشيف بتلاقيها بتعطي الجواب من بين الحديث على اساس انها تغشش الناس اللي ما بيعرفوا. ايوه الله يرضى عليكي، ما تخبصي لنا انت يعني الطنجره حطينا. كل طنجره مع غطيتها. طب اعطيني الطنجره هون، كل طنجره بتلاقي غطاها. يلا خدي. شوفي انا حكيت ايش اخذ اعمل ايش؟ خدي هاي هون. ما هو انت اللي قاعده معها. وين المسكات؟ انا بروح يوم بتغيروا لي المطبخ. شو ما عليك. يلا بس حطيه هناك. يعني. خلي الرز يستوي براحته. هون نرجع. طيب ام فادي مساء الخير يا ام فادي حبيبه القلب. ام فادي دائما معنا، شاركوا معنا، اعملوا لايف، اعملوا شير لللايف. هذا خليني اطفيه، مش له داعي. كيف استعداداتك للمدرسه؟ تحضيراتك حضرتي؟ ذكروهم نكدوا عليهم؟ ليه؟ بس ضل اسبوع اتنفس براحتي. والله المدرسة إنها بتعمل هيك شوف. نظام شوي بالبيت يا أختي، خاصة إنه يعني بالعطلة الصيفية الأهالي بعرفوش يحكوا مع أولادهم. والنظام اللي بيسهر بيسهر، واللي إمتى الأكل بياكل، إمتى بينام والبلاي ستيشن. أنتِ ما عرفتي، إحنا بنجتمع بس وقت الأكل، وقت الرحلات، وقت الطلعة. يا ماما كبرانين اسم الله ما شاء الله. تعرفي عليهم. إيش بلاي ستيشن؟ آيباد، تليفونات، هذاك لا بس شوفي أنا خلال الفترة الصيفية بستغلها أولادي، لازم أفوتهم نوادي رياضية. ما بقعد هيك. حلو. لأنه حرام كمان القعدة، القعدة بتخليهم ينسحوا. لا لا لازم. وتكون أمهم شيف و24 ساعة نازلة أكل وطبيخ وحلويات على ودنه. شو بتتوقعي؟ بدي أوجه تحية أنا وياكي لدينا زهير حمدان بتسلم علينا.
اليوم كان في لنا لقاء على فكرة كمان مع مسؤولة التسويق ناردين، بوجه لها تحية على الهواء، اللي طبعا دائما احنا بنشكرهم لمخبوزات ليدز على كل اللي بقدموا لنا اياه. مخبوزات ليدز اليوم لكل صبية، لكل سيدة، لكل شاب اليوم، لكل حدا حابب انه فعليا ياكل خبز وما يحس بثقل على المعدة، يعني امورك بتحسها هيك صار في عندك يعني في صعوبة في امور في الجهاز الهضمي، انت اليوم لك الى مخبوزات ليدز، لانه هي طبعا مواد طبيعية الياف. حتى لما دقته اليوم نكهة كتير صافية، بعدين انا استغربت انه بيستخدموا اكثر من شيء، يعني كتان شيا عندهم 10 او 14 سنة ما شاء الله اصلا فصراحة، وبعدين متوفر بكل الاسواق. بعدين هي حكت رح تيجي تعمل لنا هلا حلقة باك تو سكول سندويشات. قلتي لنا بتعمل لنا شو؟ لا لا هي نردين خلص انت وياها معناته انا اوت، انا باجي بصوركم هي على السريع بس بدها فيش تاكلي؟ لا هلا بعد ما اخذ انه رح انزل بالفطر. أوكي. شو صار مع الفطر؟ شو حكوا لنا؟ ما بعرف لسه، في ناس بتقول لك بيمسحوا، اغلب الناس بيمسحوا. هو الاحسن لانه عباره عن اسفنجه. هو اسفنجي فبتحسي انه بيشرب المي. في ناس هيك وفي ناس هيك. في الفطر اللي هو اللي لونه اسمر. الفطر انواع ناتج، وفي فطر سام، بتعرفي هذا المعلومه؟ فطر سام بتقدرنا فيه. لا بس الفطر ايش بتفرق الفطر الاسمر عن الفطر الابيض؟ والله انواع كثير. هاي بسموها لحمة الفقرة. الفطر بيعطيكي نفس فوائد اللحمة، لحمة الفقرة. هاي معلومة جديدة. أنا بعرف العدس. لا بس هاي لحمة الفقرة. وهذاك العدس برضه. هذاك فيتامينات، بس ما بيعطيكي الفائدة اللي موجودة باللحم. هاي بيعطيكي الفائدة نفسها. أنا مع المشروم الطبيعي. إذا أنت لاحظتي الفريش. مش المعلب. أذكى. 100% كل إشي فريش أحسن. طيب شيرين كمان بدي اوجه لك تحيه على صباحك. انا بعشق الخبز بكل انواعه خاصه السخن بشهد. وقولي لي ليدز يا عايده، وقولي لي شو رايك بليدز؟ لا صراحه بدنا نستخدم بهارات، بدنا نعطينا كازاكي. وين رحنا بالبهارات؟ شوفي بهاراتها ما شاء الله، يعني تطلعي هلا انت حطيتي بهارات المقلوبه اللي هي كل شيء فيها، كل شيء فيها. طيب وايش كمان بدك تضيفي؟ شيء يميز مقلوبه الفطر؟ لا خلاص هي المقلوبة هاي. كم نوع مقلوبة فيه؟ في مقلوبة المقلوبة الزهرة والبتنجان، كل نوع خضرة لها مقلوبة جزر. في مقلوبة احط شوي ايش عندك مقلوبة كمان؟ بدي اقول لك مقلوبة الفول. مقلوبة الفول بس انا بحبها بلحمة، اللي هي مقلوبة الفول. بحبها شي بجاج. انت اصلا ما بتاكلي دجاج؟ لا بس وانتوا كلكم بتروحوا لي على الدجاج، انت الوحيدة بجوز يعني. ها اسبوعين كم مرة سويت كرات؟ صح والله كرات اللحمة هادية اللي انت ساويتيها على الطريقه السعوديه ما اسكاها جد، كثير كانت زاكي عن جد. يا جماعه جربوا الوصفه اللي عملتها نيفين. لا شوفي الحلو بفكره انك بتاكلي شغلات زاكيه بالبيت وعارفه انت نظافه اللي انت بتشتغلي فيه. ساجده يسعد صباحك، اسمك دخل معنا على السحب. امال كمان اسمك دخل معنا على السحب. ليما يسعد صباحك يا ليما. ليش حاسه اليوم انا الاربعاء؟ ما بعرف، انا من اول الاسبوع انا عندي احساس انه في يوم اليوم الثلاثاء في سكيب ليوم. لا يوم الثلاثاء زي انت في قصه انه في واحد نام وراح عنه يوم. في قصه ولا فيلم؟ قولي. والله العظيم فيلم صح. راح عنه يوم. ايش صار بعدين؟ ولا شيء، كانه راح ولا شيء، وادي كمل حياته طبيعي. لا بده يعرف يوم الثلاثاء وين راح. عامله انت زيه. يوم الثلاثاء راح منه. او تخيلي تصحي كل يوم وتلاقي حالك بنفس اليوم. لا هذا انت رح زي فيلم احمد حلمي اللي كان كل يوم بيصحى بنفس اليوم، كل يوم بيصحى بنفس عرسه. اليوم يوم عرسه. شوف الريحه شمها. شامه طبعا. شكرا لك يا شيره. اذا سؤالنا لليوم خلينا نحكي عن الفطر. هي معلومه صراحه انا واحده من الناس اللي ما بعرفها. تغسلوا الفطر؟ هل يجب انه نغسل الفطر ولا نمسحه فقط نكتفي بالمسح؟ امبارح طلعت دراسه جديده بقول لك انه حتى الفواكه لما بنغسلها، تخيلي غسل اللي هو الغسيل بذمه وضمير، ما خل ومي، ما بتخلصي من المبيدات والمواد اللي بتكون اوريدي موجوده بالفواكه. فشو بفضلوا؟ بقول لك انه هلا احنا بنفضل يعني انه لما بدك تاكلي الفواكه او طعميها لاولادك اشريها كمان، مع انه هيك رح تخسر طبعا قيمتها الغذائيه بس اشريها احسن. ممتاز. واحنا بنشتري سكين؟ لا بدنا ايش؟ بطيخه على السكين. اذا ما على السكين وشو ماخذ البكتيريا عن جد. طيب بدي هلا قبل ما يهدي الرز ونقلب ياخذ ويستوي بدنا نعمل السلطه، شو رايك؟ يلا نعمل السلطه. يلا ناخذ مقادير السلطه.
يلا يا وليد اعطينا مقادير السلطه. هي سلطه عاديه ولا سلطه فيها شيء؟ سلطه المانجا. سلطه المانجا. يلا خلينا نروح لسلطه المانجا ومقاديرنا. اكيد بدنا مانجا، حبتين من المانجا مقطعات، هذا مبدئيا. احكي انت عامل المقادير. اوكي، بدنا كمان خس مقطع، بدنا جرجير، بدنا كاسه من الفلفل الملونه، كاسه من الرمان، كاسه جوز عين الجمل، الدريسنج طبعا نص كوب زيت زيتون، ربع كوب من الخل بلسمك، ربع كوب من دبس الرمان، ربع كوب من عصير الليمون، وملح ورشة فلفل. وبهار السلطة من مقبل. بهار السلطة بيوفر عليكم موضوع كل العجقة هاي بتاخدوها من عند إبراهيم. خلود شو رأيك تجيبين من التلاجة المانجا؟ أجيب لك من التلاجة المانجا؟ خلينا نطبق السلطة. أنت ما أكل السلطات؟ أنا إيه؟ تحب السلطات؟ أنا بحب السلطات. احنا عندنا اسمعي وين المانجا يا راجل؟ مش مميز المانجا؟ لا بالفريزر، قولي لي بالفريزر حاطينها عشان تبريون. تمام. العنب العنب العنب. احنا على الهوا ولا بالبيت؟ احنا على الهوا حبيبتي. انت اعتبري حالك انت في احنا ليش على اساس انه يعني قالوا لك ما انت دام احلى شيء لما جابت ميان ونازلة تطبخ مبسوطه. شوي بدنا نفتح التلفزيون انا وياها. احنا في بيتنا حسين حاجه. انا نفتح التلفزيون. والله يا خلود افتحي لي التلفزيون شوف شو في اخبار. ناصر يونس بقول لك اكيد نمسح الفطر. ممسح ولا نغسل؟ انا شوفي لا الاصح طبعا تمسحي. لا ما تحكي ما تحكي ما تحكي. طب ما تحكي. بدي هذا الصحن المرتب للسلطه. لا هذا الديزاين، هذا الديزاين تحفه اكيد. هذا الديزاين يا جماعه شوفوا لي هذا الصحن. هذا طبعا موجود بالحريه هون. اذا كنت اليوم تتساءلين بينك وبين نفسك من وين الاقي هذا الديزاين، وين بتلاقيه عند الحريه هون؟ شوفوا لي عن جد ما احلاه. يعني هون انت بتقدري تحطي اللي بدك اياه دريسنج مثلا، وهون تعملي بتنوعي ممكن حتى كمان تشيبس. وهذا للدب شو ما كان دريسنج، وهذا شو ما كان تقدري تحطي. عن جد عجبتني الفكره، يعني صحنين بصحن. ناخذ الرز يهدي عشان ابعد ما نسوي صحن السلطه. بنان يسعد صباحك بتقول مسح للفطر، بتقول صباح الخير للامارات، شكرا. نمسح الفطر. شيرين بتقول نمسح الفطر. والله الناس راحت للمسح اكثر صراحه. انا كنت انشفه فقط بس صرت اغسله لانه له في عليه تراب، لانه في ايام الا ما يكون عليه تراب وبنشفه فورا. خلينا ننقل هاي هون. بتعرفي انه الشعب الاردني عنده ثقافه بالاكل عاليه؟ طبعا عن جد بتلاقيه ما شاء الله عندهم ثقافه جدا جدا عاليه. طيب هلا انت حطيتي نقلتي وطيتي على الجاجات؟ لا ما وطيت بس نقلته عشان ناخذ. انت الرز بحرتيه لحال ما بتحطي الرز؟ لا هلا بتعرف ليش بدي اسميه نقله. هلا شوف الورقيات انت حطي اللي بدك اياه. انا استخدمت هون الخس، في الجرجير الملون بتعرفيه. اوكي بلشت استوعب. يعني انت مش انك بتخلطيهم كلهم مع بعض مع الدريسنج؟ لا. اوكي الدريسنج خلينا نشوف معك. يلا خذوا الدريسنج. دائما انا دائما اعلمك يا خلود دائما الدريسنج ما تحطيه بالاول. ليش هلا انت لما تسوي السلطات البيتيه العاديه اللي امهاتنا بيسووها ايش كانوا يعملوا؟ كانوا يحطوا الملح امتى والليمون قبل ما نقول لا؟ مزبوط عشان ما تدبل ال بالظبط. هي نفس الفكره. طب ما هي فيها خل وفيها ليمون نفس الشيء. هلا هون بدي اوزع الجرجير والخس. تقدر تحطي زي ما حكيت لكم الخضار اللي بدكم اياها. اوكي رح احط هون كمان الفلفل الملونه كمان الكميه اللي انتم بدكم اياها. شوفي انا بحب السلطات. انت بتحبي السلطه كثير؟ يعني لازم يكون على طاولتك في سلطه بغض النظر شو طابخه شو مش طابخه شو الطبيخ لليوم. لازم بحب السلطه. السلطه بتحسيها بتفتح نفس. بعدين لما بتاكليه بتحسي حالك انه انت بتاكلي يعني انت لا مش انت طبعا شبعتي بس انه انت بتحسي حالك عم بتفيدي نفسك. يعني الطبخه لما بتاكليها بتحسيش ايش الفوائد اللي فيها، بتحسيش بالذنب اللي جنب السلطه. ايوه بالظبط. هلا هون حطينا اذا فلفل ملونه، جرجير، خس. اوكي امبارح دورت على رمان وميار فرطته. حبيبتي رمان احمر خفت طابت امورها تمام. تيجي الخميس يلا منيح بتشيل عنا الحلقه فما في رمان احمر. مش لاقي رمان احمر بالمره. يلا طالع اللون لطيف يعني ففلفلة حمراء مغطي على الموضوع. اوكي تمام. هلا كمان حاطه هون بصل، رشة بصل. اللي ما بحب البصل انت مع اولادك مثلا بحبوش البصل صح؟ لا انا اولادي بحبوا البصل. بحبوه؟ انا عندي والله يعني متنوع على الموضوع. الكبيره بتحب البصل، الصغير بحبوش البصل، فبعمل صحنين. شوفي قلبي بالله الهاي اقلبها. قلبيها
قلبته يا ريت. شوفي قلبت. لا لا شوفي قديش هي ضغطه ضغطه. انت ما بتقولي دائما زي كانها طنجره ضغطه فعليا يعني، حتى تطلعي ماسكاهم الدجاجات طالعين جوسي يعني، ما بتحسي انه ما بتلزق ما لزقت. لا لا زي ما هي يعني، سهله جدا امورها. وخليني كمان اقول انه ايديها انت، انا اليوم بحتاس مثلا بالمطبخ لما بدي اطبخ انه وين المساكه وتشيلي وبخاف، عرفتي هلا ولا شيء. حريه هم يا جماعه والله غير هذه، بس عشان الناس اللي حابين يعرفوا اكثر ماركه جولدن زارا، فلما بدك تروحي على حريه هم اسالي عن هاي الماركه. كل شيء عندهم مميز، بتروحي كل شيء ما شاء الله كل اثاث البيت عندهم مميز. طيب هلا هون اخر شيء بدي احط جوز، هي بحسوها شوي غريبه انه بين الحلو والمالح والحامض. هيام يسعد اوقاتك يا هيام، شكرا لك. هيام ولا هيام انت بتحكي؟ هيام هي 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 هيام. اه صح صح زي ميار وميار. اه هيام او سليم وسليم. ميار ومي. هلا بدي حابه احط حبه البركه. اوكي من برضو من ابراهيم يقبل. ما يميز هذه السلطه ان هي فيها حبه البركه، مش دائما بنستعملها على فكره حبه البركه احنا باكلنا. لا انا بس شوف الاكل الاسيوي موجوده. طلعي هذا بصل اخضر. عملت له كيرلي. عملت له كيرلي يعني مدلعتيه انت اليوم. احكي كيف عملته. احكي. بتجيب هاي بتاخذي عادي البصل الاخضر. البصل الاخضر. انت بتبع عشان تعملي لا انا في تعليق قولي لي. بقول ناصر بقول المهم نسيت الرز ولا لسه للمقلوبه. هي الرز افتح. افتحيها. هي الرز شوفوا لي اياها على المنظر الاحلى. شوفوا البخار كيف طالع. هي الرز مين نسي؟ ما حدا بينسى. انا حتى لقيت قلت وين نسيت الرز هيك عارفه. هناكل اليوم. لا شوفي هذا البصل الاخضر بتقطعيه بس رفيع رفيع اللي هو اللون الاخضر اللي من تحت. تمام. بتجيبي هيك صحن فيه مي بارده وثلج. بتصيري تعملي وتسقطي. سهله بس. سهله بس. الامور. طيب بدك تعملي الدريسنج هلا ومن بعدها نطلع بريك ومن بعدها نسكب، شو رايك؟ زي ما بدك. نعمل هلا الدريسنج؟ يلا خلينا نستغل الوقت ونعمل الدريسنج. طبعا وخلال هالفتره بدي اوجه تحيه لكل الناس اللي هلا صاروا عم يتابعونا من خلال صفحتنا على الفيسبوك. اليوم في عندنا رابحين رح يربحوا معنا باكجز مقدمه من بهارات ومطاحن واعشاب ابراهيم مقبل، واكيد دائما بنكون سعداء بمشاركاتكم. اليوم سؤالنا عن الفطر، بتمسحي الفطر ولا بتغسليه؟ بدنا نعمل بس الدريسنج سريعا سريعا. يلا بس نقيم الاغراض عشان تبين السلطه. نطلع فاصل احسن عشان خلينا نظبط لك الامور بالزبط. نطلع بريك من بعدها بنرجع. يلا في كل بيت في اوقات بتجتمع فيه العيله على اكل ما بننساها. المعكرونة الجديدة من العنابي طعم بياخدكم لإيطاليا في كل لقمة. مع العنابي اللحظات بتصير ذكريات والنكهات بتحكي قصص العيلة. العنابي طعم بيجمع العيلة. العنابي لأحلى لحظات العيلة. وكمان مفصول. قلت لك تشد عليه. شد عليه شوي. كوكي جوعان. ليش تلفونك مفصول؟ ما هو اكل مره بعثت لك صور الورد وما عبرتني. شكله نسي اهله. جبت اكل لكوكي. كل الموضوع انه مرات موبايلي يكون مفصول لانه خلص اشتراكي او النت خلص لانه يدوب ما بكفيني. نزل تطبيق جود، انت بترتاح وهم بيرتاحوا. جود جود. اخترت خط. اخترت خط فيه نت ودقايق كثير عشان ارد على ست الحبايب. اختار رقم حلو. هاي صورت الهوية وهي احلى سيلفي. اختار شريحة اسم وادفع الكترونيا. اخترت اسم ودفعت بالكارت.
هلا صار عندي خط جديد. احمد عمل اللي عليه واشترى وفعل خطه من موبايله، وهلا صار دورك. لاول مره في الاردن فعل ووثق خطك الكترونيا بلحظات عبر تطبيق جود بدون معاملات ورقيه. حمل التطبيق الان. كيفك يا بابا؟ اوه خلص عادي حبيبي، هلكتني. هلكتك. اورنج دائما معك. يعني معاكم اكيد وعلى الهواء مباشره انا وشفني بينا، نرحب بكل الناس اللي انضموا لنا هلا ومكملين بالدريسنج لسلطه المانجا. سلطه المانجا بس سلطه المانجا. نحط المقادير الدريسنج حكينا، ليمون مع عصير ليمون، خل البلسمك. نعم عشان نذكرهم. اعطينا المكونات مره ثانيه. ايوه دبس رمان. اوكي دبس رمان، خل بلسمك وليمون، عصير ليمون هنا عم بحط، تمام، زيت زيتون، حلو هاي اللبنات. استخدمي انت خل بلسمك امتى؟ يعني امتى انا بستخدم خل البلسمك؟ للسلطات بس. للسلطات لكل انواع السلطه يعني، مثلا السلطه العاديه اللي هي السلطة احنا بنعملها فيها الرانش، فيها الرانش سلطه الرانش ما بزبط معاها. لا السلطه العاديه العادي. عادي بدل الخل، ما هو خل. ما بالنهايه خل. شوفي كمان النكهه رح تعطي اللي هي بهارات السلطه. بهارات السلطه عن جد زاكيه. مش مجامله، لا بس حتى كمان زاكية. لونها مبين. طيب هلا هيك بدنا نخلطهم كويس. طيب بدنا نحاول ننجز انا وياكي شيف. كمان بدي اوجه تحيه لكل الناس اللي عم بيتابعونا يقولون يجب غسله، ومنهم اللي بيقول انه لا يجب غسل الفطر، يحتوي على الكثير من الماء لذلك سيمتص المزيد منه وراح يعني يفسد او يفسد يعني يخرب او يفقد قيمته. يا اختي احكي، اكتبي لي اياها بالعامي، اكتبي لي اياها بالعربي. هي ايش بتحكي يعني؟ والله انا مش صاحي اصلا من الصبح. شوفنا نحط الدريسنج هون، حطي محل ما بدك. طلع شوفي ما احلى الصحن، انك بتحط الدريسنج. والله حلو، طلعوا لي والله على هالصحن ولا بتنسيه بالثلاجه ولا فعلا شيء. ايوه حكيتي معلومه صارت معي. زقفه يا جماعه للشيف، يعني لما بتعمل السلطه مرات كثير بتزيد لو نرجع نحطها بالثلاجه تدبل. فاليوم هذا الصحن بيعطيكي الفرصه انك انت تستغلي السلطه للماكسيموم، تضلها فريش تضلها فريش لانه انت ما بتحطي كل الدريسنج عليها. حبيت بعطيكي معلومات قيمه. لا لا رهيبه، لا رهيبه. شوفي هلا شو بدنا نعمل. نستخدم قالب الكيك برضه من الحريه هون يا خلود. يلا شوفي هلا بدنا نبلش فعليا نشوف كيف سكبت مقلوبه الفطر. الله الله عليك يا نيفا. شوفي زهير حمدان مسح اسمك دخل معنا على السحب. يا دينا زهير حمدان مبدع الشيف كمان بيقولوا لك يسعدهم يا رب. شكرا عن جد، شكرا كل واحد بتابعنا، شكرا لك عن جد. يلا قولي لي هلا انت شو بس بدي احط هذا. انت هاي عشان تصفيهم بعدين تقلبيهم ولا تحطيها بالفرن؟ بعطي كورسات طبخ تيجي تاخذيها. احطها انا بحطها بالثلاجه 10 ساعات بعدين بقلبها. خلود انا كل ما اتذكر موضوع الرز بالثلاجه مش يا شيخ ان شاء الله لا. وانت طلعت روحك المره الماضيه حكيتها كثير. اليوم حكينا عن الفطر. شوفي الطبخ يا الله دي كان عامل صوت. وفادي يس اسمك دخل معنا على السحب، ان شاء الله تربحي معنا، ان شاء الله كل يوم يكون رابح معنا. يعني بس الطنجره لا عن جد الاكل تحسي عاد هدول اخر شيء هدول الزيتات اللي بيكونوا بقاع الطنجره هدول اذكى شيء. بهريس هذا من قال لك كبوا مع شويه رز. انا بدي اقلب وقالب. خلود خليك ساكته، سكتوها قلب يا وجع القلب. هدول خلود الزيتات، هذا هو اللي طلعت انا من الاكله الزيت. يا حسره ماليش حظ حتى في الاكل. اسمعي خذي لك شويه مشروم. سلكي حالك بدل ما تحبيش. في حدا بحبش يا جماعه؟ في حدا ما بحب الدجاج؟ مش عارفه، انا بعرف الناس ما بتحب اللحم، انت عكسك. مش عارفه صراحه، انت غريبه. انا غريبه جدا.
طيب هلا بدي احط شو يا خلود؟ قولي لي الرز بالحليب. يلا نسكب الرزات ونحط الرزات وبعدين عشان تقلبهم في الصحن والصحن يتوسخ نرجع ننظفه. هلا بدي بس احط الرز. استخدمتي مرقة الدجاج انت على ال مرقة الدجاج من شو اسمه؟ من بهارات ابراهيم مقبل. يعني استخدمتيها قصدي انا لانه هذا الجزء فلت مني. الله على الريحة. الله ولا بجيب لها سيرة الريحة، صرتي تحت لحالة تحكي بالريحة. الله على الريحة. شوفي حلو والرز ابدا ابد يعني بوقع منها على فكرة، يا ريت لو اخذتوها والله بوقع بالحال وبركض ركض. في اخبار عندك؟ ابتسام بتقول لك تنظيف الفطر بفوطه مبلله، يعني انت بتمسحي بين المسح وبين الشطف. ايوه جايبتها بين المسح وبين شو اسمه الشطف. جوري سجلي خديجه ابو ليلى حاضر جوري ولو انت بتأمري امر. تتذكري وقت كورونا كيف قال لكم باكيتات الشيبس نغسلهم؟ لما كان يفوت جوز كل تربالك فوت تتعب. بتعرفي اقول لك شغله اذا بدك الصح، هاي شغلات هلا في ناس ممكن يعني تنصدم، بس فعليا احنا عم يعني اختي جهازنا المناعي بحاجه اليوم انه لا بحاجه انه احنا نقويه. كيف نقويه؟ خليني احكي انه ابنك اليوم يلعب بتراب زي ايام زمان، ما كنا هالقد موسوسين. اولادنا اليوم منقرفين اذا بده يمسك العلبه مثلا، لا روح اغسلها بالمي والصابون، روح اعقمها، الهايجين لازم يضلوا تحت ايدينا. طب هذا الحكي انا كخلود بفكر فيه، بقول طب هذا مش بيقلل من مناعتنا؟ يعني انا بعرف انه زمان كانوا اهالينا يتركونا، يعني يتركونا بالتراب بالرمل اخر اليوم بالتخبيص، تلاقي الولد ملغوص حاله مش مخلي بيمسك هالفواكه من الشجره بياكل شو مكان. عم بتحكي قصه الشجر بس بتضغطوه تشدوا عليه. ايش هو؟ عم بنحكي قصة الشجر بس تضغطوا عليه. اضغط. تذكر لما كنا شجرة لما التوت بعدين من دون غسيل كل شيء كل شيء عن جد يعني كان في توسوس عندنا. ما انت كل ما بزيد عندك الوسوسة كل ما بزيد عندك الموضوع التنظيف كل ما انت بتقل عندك المناعة، يعني بتصير انت معرضة انك تمرضي من اي شيء. انا هذا يعني انا ما بعرف يعني بقول هيك. حتى المي ما كنا نشربها فلتر. ما كنا نشربها على طول بالحنفية. بالفعل الاولادية ماما ايش كنا نمرض مرة بالسنة؟ مره كنا نمرض بالسنه. هي المرضى هاي المرضى السنويه. قولي هلا بدك اسوي هلا السموذي خلي لي اياهم بس هدول شوي قبل ما اسوي السموذي تمام. طب ما بدك تغطيها عشان ما يبرد ولا انت بدك اياها هيك؟ لا خليها بس بدي اياها تمسك اوكي عشان تشد حيلها عرفتي. يلا بس خليني لانه في ناس كثير عم بيسالونا وين موجودين بهارات ابراهيم مقبل. موجودين بجبل النصر، طبربور، مرج الحمام، كمان الحريه هون بدي اوجه لهم تحيه صراحه، هم اللي دائما عم بيقدموا لنا هاي الصحون وهاي الاكسسوارات اللي انتم عم بتشوفوها اليوم وكل يوم صراحه موجودين بالحريه هون. لا تجيبوا سيرتي كثير شباب وانتم عم بتنموا يعني عشان انا بحس كمان يعني المطبخ هذا الجنن هذا اللي معنا. ايش هو؟ المطبخ الحلو هذا مطبخنا والله. خديجه يا خديجه ابو ليلى والله الاسم دخل معنا على السحب. طبعا حبيبتي مطبخنا احنا بشوفي لي الالوان ما احلاها عن جد. انا معجب مطبخنا هيك لاعم وستايل حتى حلو. انا فاكرين مؤخرا عم بفكر اني انا عندي الميكروويف بالبيت محطوط الميكروويف عندي بالبيت محطوط مش بلت ان مش زي هيك بدك تحطي هيك هيك. انا عم بفكر اغير موقع لانه مضايقني هو على الكاونتر عرف يعني جا عبالي احطه بالخزانه هيك نعمل له خزانه وينحط بس عم بفكر بقول وين ممكن احطه ففكرت بالمعدات لانه المعدات المطابخ عندهم فكره كيف ممكن حتى مهندسين بيعطوكي ايوه يعدلوا على المطبخ اللي اوريدي راكب. فعن جد صراحه مفكره تعاملهم رائع يعني مهندسين ما شاء الله عنهم جد بفهموك بعدين الديزاين انت بدك اياه بريحك بعمل لك اياه. هلا احنا بدنا نعمل سموذي المانجا صح؟ خلينا طيب ناخذ المقادير سموذي المانجا لانه بلشت الشيف تحضر حالها. انا خلصت شوي. خلصت الشيف شكرا لك خدخت بالحلقه. يلا لا نعمل سموذي المانجا رح نعمل بس نحتاج لكوبين مانجا مجمده ولتر حليب ونص كوب سكر فقط لا غير. ويل شو سهله الوصفه. مانجا وحليب وسكر. طب الله يسامحه يزن لما هاتي مي يزن موجود عندنا اليوم مداوم. هاتي الله يسعده يزن. تفضل يزن شيخ الشباب. يلا شوفي المانجا قشرتها. تعرفي انه المانجا صايره ارخص من شو اسمه من البندوره البندورة والله؟ مانجا وصلت نص دينار أرخص من كيلو البندورة جد؟ والله استغلوا المانجا يا جماعة. هلا المانجا هاي بس عبارة أني شرتها وقطعت وحطيتها بالفريزر. يحيى شكرا لإلك. بيقول متميزين رائعين أنتم الأفضل. شكرا لإلك يا يحيى.
هاي حطيت ونضربه بالخلاط ضربا مبرحا. انا اليوم مش قاعده على الكرسي. ليش مو على كرسيكي؟ حبيت يعني اكون متضامنه معك بالوقف اليوم. لا بس وصفات سهله. مش كاستين من السكر اذا؟ كاستين من المانجا اذا ونص كوب من السكر. ما تردوش علي، انا بحكي لك دائما يا خلود يا حبيبتي. لا انا بس بشوفك انت مركزه معي ولا لا؟ لا مركزه الا بالطبيخ بكون مركزه. نزيد لهم شويه حليبات. تقدري تعمليها ببوزه الفانيلا بتطلع خرافيه كثير زاكي. بدل ما تثلجيها يعني انت قصدك؟ لا بدل الحليب الورد. صباح الخير. صباح الورد. بدل الحليب. بس اوكي. طب بالبوزه مثلا قديش نستخدم؟ كوبين؟ بس بتقيم السكر. بس يلا خلينا نضرب. روحي روحي يلا. بدنا الكسار. خلود بس من عندك الكاسات لو سمحتي. يلا هلا رح نعلن عن اسماء الرابحين معنا. تفضلي. بس صح عشان نعرف نحط تمام. هلا مين بدنا؟ يا رب يزن. بسم الله ما إلنا غنى عنهم هالشباب. الله عن يعني جد الله يرضى عليهم ويخلي لنا اياهم. ما إلنا غنى. طيب اذا اليوم عملنا سموثي المانجا او سموذي المانجا، وعملت كمان شيف نيفين اللي هي مقلوبه الفطر، وكمان سلطه المانجا اللي هي مكوناتها سهله كمان، حطت رمان على ما اعتقد وجرجير وخس وفليفله ملونه وجوز كمان حطيتي صح. الريحه والريحه الريحه والدريسنج طبعا بهارات السلطه من بهارات ومطاحن ابراهيم مقبل، وحطيتي خل بلسمك على ما اعتقد زيت زيتون وليمون ودبس رمان. ودبس رمان. دبس رمان. يلا يلا هلا شوف هو رح يكون ثك مش خفيف. طلعي خلود معك. تمام جبتي لي كل الكاسات كله عشان كليتنا اليوم فردا فردا بده يدوق المانجا. طيب بدي اقول مبروك لام فادي محمد. اول شيء شو السؤال؟ شو الجواب؟ بنمسح؟ اغلبهم قالوا بنمسح الفطر. لا هو الافضل صحيا ينمسح. صحيا الافضل انه ينمسح. تمام بدي اقول مبروك. يلا نركز مع بعض. ام فادي محمد. كمان بدي اقول مبروك لساجده الوريدات كمان ربحتي معنا. جوري احمد كمان بدي اقول لك الف مبروك. استنوا خلينا نشوف مين شارك معنا من اول الحلقه. من اول الحلقه بنان عطيه كمان بدي اوجه لك تحيه اقول لك الف مبروك. هيام حسونه وبتقول لك وصلت الريحه لعنا. بما انا وصلت الريحه لعنا هاي من البهارات. يلا فزتي معنا وربحتي معنا اكيد باكج مقدمه من البهارات ابراهيم مقبل. هيام محمد. واخيرا الاسم الاخير معي لليوم بدي اقول مبروك ل ناصر يونس وزياد حمدان. خلود بس بدي ازينها بقطع زياد المانجا. حمدان الف مبروك بتزينيهم بالمانجا. في جوائز على المنظر. في ليدز بدي يعطوا جوائز كمان والله. والله ليدز يا جماعه والله انهم يعني شو بدي احكي خبز نفخر فيه. اول شيء منتجات محليه. ما في احلى من انه الواحد عن جد يدعم منتجات بلده يكون فخور فيها، وبالعكس بالعكس يعني يكون هو مصدر القوة لهم لحتى يستمروا ويطوروا من حالهم. هلا بس انا خلصنا بدي احط شوية نعناع. نعناع بدي احط تقريبا خلصنا صح. بس ضل تسكبي المقلوبة تقلبيها. ايوه تقلبيها. يعني عن جد احنا بنان ربحتي حبيبتي الف مبروك. المنتجات اللي احنا بنحكي عنها عن جد رائعة، مش هي دعايه بس فعليا رائعه. يعني العنابي سواء ليدز الحريه هم جدا رائعين. ما بدنا يعني وكمان معدات للمطابخ ما شاء الله فخر للصناعات. هي هيك نحطهم ونسكب. شو رايك تحطي لي اياهم؟ يلا انا بعطيني هيك اعطيني هذا. صحيح شو عجبتني؟ بدنا نشكر انا وياكي طبعا كل الناس اللي شاركوا معنا واللي دائما معنا سواء بالبرنامج الصباحي او حتى ببرنامج مطبخنا. يلا
بدهم الكاسات بس ليش حسيتهم انا جبتهم او هم فاضيين كانوا اكثر فيهم بركه بدي اعمل لك ديزاين ها لا لا اخر شيء لو سمحت ارجع بديزايناتك لما بحاول مش دائما انا بقول بحاول اتالق ما بتخليني اتالق طب يلا يلا انت يا ريت تسكبي لنا تقلبي لنا المقلوبه بدي اشكركم من قلبي طبعا كل الناس اللي كانوا معنا من بدايه المشوار الصباحي لغايه ما ختمنا برنامج مطبخنا رح نقلب هلا المقلوبه مقلوبه الفطر كمان الرز بسمتي استعملتيه ما في ما بتخلطي ولا خلطتي لا لا خلطتي لا بدون بس. بدون خلط هاي معلومه كمان مهمه يلا روحي روحي هذه بدها احتفاليه هذه لما بتقلبيها هيك يلا بتحسي كل البيت بتجمع عند الطنجره لما بتنقلب المقلوبه الله كيف نزلت كيكه يا جماعه كيكه رح تنزل يعني هلا الا ما يعني كمان يعني احنا بالنهايه شو هي بدي اشوفي اصبري عليها شوي تمام ريم الله الوحده في البيت بتلاقيها خدي لك هالفطر حرام حرام بتقول لك هالفطر عم بتسلي اتسلى شكرا لك هلا بدي ازينها بس بشويه لوز ممتازه ولا اشي ناقصها ولا إشي غريبة والله أنا هاي المقلوبة أول مرة بسمع فيها صراحة اسمعي هي اسمها مقلوبة بس مقلوبة. سريعة سريعة فاكية سهلة تغيير وهيك خلصنا عن جد يسلموا إيديك الشيف نيفين روعة إذا يا جماعة اليوم مقلوبة الفطر مع الجاج سلطة المانجا الوصفات كلها موجودة طبعاً عبر صفحتنا على الفيسبوك تقدروا ترجعوا لللايف وتشوفوا الفيديو تاخدوا كل المقادير بالمكونات والوصفات إنها تنال إعجابكم شكراً للجميع أمال ربحتي معنا مبارح ألف مبروك لألك طيب هيك بنكون خلصنا وصلنا للنهاية يستمعوا إيديكي أكيد شكراً لإلهم شكراً لألك شيف نيفين وأكيد شكر كتير كبير مني أنا خلود ديب خليكم دائماً معنا ومن خلال قناة A1 TV باي باي, باي, باي.